Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode kelima ini insyaallah kita akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 25 sampai dengan ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Demikian pembacaan surah Al-Baqarah ayat 25 sampai dengan ayat 29. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita dan hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.